ناصر مختار، انا سيلز تيم ليدر شركه ابن سينا للفنادق والقرى السياحيه. تمام. احنا الاونرز والديفلوبرز للمشروع اسمه سيسيليا لاجونز، ده في الساحل الشمالي في الكيلو 245 قبل ما تروح ب 20 كيلو بالظبط، زي ما حضرتك شايف على البحر مباشره. تمام. الوحدات عند حضراتكم عباره عن ايه بالظبط؟ بتبقى عباره عندنا عن ارضي واول او ارضي وثلاثه دور. تمام. علشان احنا على مصاطب فنبتدي بالاول البحر، بتبقى ارضي واول. تمام. متدرج لغايه الارضي وثلاثه دور عشان يبقى كله فول سي فيو. تمام. احنا طول الشاطئ بتاعنا كيلو الزاويه. تمام. واسعار الوحدات عند حضراتكم؟ احنا اسعار الوحدات تتراوح من اول 500,000 تمام لغايه 5 مليون بالتقسيط بقى على مختلف سنوات، وكله من غير فوائد. تقريبا المقدم بتبقى نسبته كام في الميه؟ برضه بتبقى على حسب العميل وامكانياته، مثلا على حسب اللي بيدفع مثلا مقدم كبير بنديله عدد سنين اكتر وهكذا يعني. تمام. الله يخليك حبيبي، شرفتنا.